بمناسبة الأيام المباركة للمناسبات الميمونة، ذكرى ولادة شمس الشموس وأنيس النفوس، البدر الثامن من بدور العصمة والطهارة الإمام الرضا عليه السلام، وأخته الطاهرة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، سنكون معكم في نقل مباشر من حرم السيدة فاطمة المعصومة وحرم الإمام الرضا عليهما السلام في برنامج مواكب النور، ابتداء من مساء الأول من شهر ذي القعدة، بمشاركة ثلة من الخبراء والأدباء وأصحاب الفضيلة والرأي من مختلف المذاهب والأديان عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة أصيل الفضائية.